مع استمرار اندلاع الحرب بسوريا ونزوح آلاف العائلات إلى لبنان هرباً من الحرب، كتير من الجمعيات الخيرية كانت موجودة للمساعدة، ونحن بمركز نبع الحياة وبفضل دعمكم ومساعدتكم بقينا مكملين رغم كل التحديات اللي عم بتواجهنا. وبشهر تشرين الأول فتح المركز أبوابه لاستقبال الأولاد للسنة الدراسية الجديدة. بسبب دعم لكتير من الناس، أطفالنا عم يستفيدوا من برنامجين، برنامج صباحي وبرنامج مسائي، لأنه هدفنا أنه نساعد أولادنا ليكفوا علمهم أو يفوتوا على معاهد خاصة ويتعلموا مهنة يبنوا مستقبلهم عليها. هيدي السنة قدرنا نسجل بدورات خاصة البعض من التلاميذ يلي كبروا عنا وهن اختاروا الاختصاص يلي بيحبوه، مثل كيفية استخدام الكمبيوتر وبرامج الفوتوشوب، الوورد والإكسل، وهيك بياخدوا شهادة ومنكون قدرنا نضمن لهم مستقبل وبإيدهم مهنة يحترفوها. وإذا أنت سيدة وبتحبي تدعمي المركز، فيك تنضمي لصديقات مركز نبع الحياة يلي بفضلهم عم بيكون في نشاطات كتيرة وحلوة لدعم المركز حتى نقدر نكمل مع أطفالنا ونساعدهم ليحققوا أهدافهم. مركز نبع الحياة موجود بالنبعة ليساعد هالأطفال ويحميهم من خطر الانحراف. فيك تحط إيدك بإيدنا وتكون شريكنا، بتزرع بذرة حسب إمكاناتك، يمكن تكون هالبذرة كبيرة أو صغيرة، بس تذكر عندها قوة لتعطي حصاد كتير كبير.